لطيفة 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 لطيفة. السلامة 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 السلامة. الشخص في خطير بزاف. يا ربي السلامة 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 السلامة. السلام عليكم اصدقائي، فيديو جديد اليوم اخوتي. السبت كنتواجدوا في الواد ديال ام العشيره، واخيرا اخوتي الواد اكتشف لنا واحد المفاجاه البارح في الليل. الى شفتوا فين وصل واحد المكان كثير هاجم الواد البارح في الليل. كما كتشوفوا دابا الواد ناقص، ولكن داز البارح في الليل. غادي نحاولوا نبارطاجيو معكم اي حاجه على هذا الواد، وغنكتشفوا لكم حدا القنطره من الفوق. اللي عليكم هو تبعوا الفيديو من البدايه حتى النهايه. ما تنساو اخوتي اذا كان اول مره كتشاهد القناه ديالي، تخطو على زر الاشتراك والجرس واللايك باش دعم ديالكم، باش نستمروا ديما في الجديد. طلب بسيط اخوتي، بغيتكم تساعدوني باش نوصل القناه ديالي 100,000 مشترك. غير ديروا لايك وديروا ابوني، غير اشتركوا 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 وبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم فيسبوك واتساب. وهذا الفيديو ديال الواد كنتمنى ينجح ليا ونحقق فيه ما اكبر في المشاهدات، ونحقق علاش لا نحقق فيه تقريبا 21,000 مشترك الحمد لله، ولا علاش لا 30,000 40,000 وشو. دابا خوتي غادي نخليكم تكتشفوا الواد، تبعوا معنا. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. شوف اخوتي، شوف شوف الواد. شوف اخوتي الواد والله عشير، واد كلميم. شوف المساحه ديالو كبيره. نطلع لكم هنا، انا ما عنديش مشكل، انا راه انا واحد المغامر كان مغامر ديال بصح. وانتظر اخوتي الواد واتصياد، انتظروا راه غادي نمشي للواد واتصياد طاوة ونصوروا لكم، نشوفوا اشنو كاين تما. غنسالي هاد الخدمة غادي ندوز تما تماما. شوف اخوتي شوف، كما قلت لكم المكان ديالو هنا كامل كان فيه البارح على الطرق ديالو. تماما غنحاولوا نكتشفوا لكم اي حاجه جديده على هذا الواد ونبارطاجوا معكم من الفوق. خوتي راه صعيب، اصعب حاجه هنا هي تزلق. ها هنا كتورك تما كتزلق. ها درنا لكم فيديو تاع الى تزلقنا. او 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 كما قلت لكم اخوتي مساحه كبيره. عفاش كان البارح هذا المكان راه وصلوا عندكم كامل هذه المساحه، وصلها الواد البارح في الليل. اليوم السبت، التوقيت دابا 10 ديال الصباح. شوف اخوتي شوف المكان ديالو، هذا هو المكان ديالو. هذه البلاصه عندكم من هنا كامل حتى لهنا، هو فاش كاينه الواد البارح في الليل هاجم الواد في الليل. شوف اخوتي شوف شوف المكان ديالو، شوف لو كان جا بالنهار بحال الوحده لو كان صورتو لكم غادي تخلعوا. باش نكونوا واضحين راه واحد صعيب اخوتي، راه قلت لكم المساحه ديالو فاش وصل، ومن اللي كيكون مجهاد ويقدر يجي واحد البلاصه كبيره كيوصل حتى لهين. هذا الواد اخوتي عنده تاريخ، هاجم على مدينة كلميم، سبب لهم بزاف ديال الخسائر بزاف ديال المشاكل. هادي الواد باش نكونوا واضحين كيما كتشوفوا. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. شوف اخوتي شوف واحد المنظر، يا سلام سبحان الله.
ملي كانت الشتا وجا هاد الواد والمنظر زوين والاجواء زوينه، من بعد نكتشفوا الربيع ونكتشفوا الطبيعه. شوف اخوتي انا راه كنصور لكم شي حاجه جديده، شي حاجه جديده كما كتشوفوها. شوف شوف اخوتي انا دابا وسط الواد، هكا احنا دخلنا. الله يحفظ السلام على جاب الله هاجم ولا شي حاجه، غادي نزلق في هذا المكان. الله يحفظ السلام. كما كتشوفوا المكان زوين. هاد البلاصه البارح في الوحده ديال الليل ما غاديش توقف هنا. شوف 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 اخوتي شوف الناس ياك المين اللي جالسين في ديرهم ما اكتشفوش الواد، وغيكتشفوه بفضلي انا بطريقتي انا صورته لكم باش تكتشفوه نتوما. هاد الواد وهاد الفرجه كنهديها للساكنه ديال كلميم اللي ديما كيوقفوا بجنبنا وكيشجعونا، شكرا لكم كاملين خصوصا الساكنه ديال كلميم. شكرا 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 لكم بزاف بزاف على الدعم ديالكم، على التشجيعات ديالكم، على الكومنتيرات ديالكم زوينين. شكرا شكرا. هادشي كامل اخوتي، هاد التمر اللي كنضربو وهاد التصوير على قبلكم نتوما. ديما كتوقفوا معنا، ديما كتشجعونا، وهذا انجاز رائع جدا. وحتى انا كنوعدكم اخوتي غادي ندير المجهود كامل ديالي ونبارطاجي معكم شي محتوى ما دارو حتى شي حد مستقبلا ان شاء الله بحول الله. تماما والله صراحه ما كنتش كننتظر هادشي كامل، ما كنتش كننتظر. شكرا لكم بزاف بزاف، واخا نشكركم 24 ساعه على 24 ساعه محال نوفق لكم داكشي اللي درتو معايا. التعامل زوينه، الناس كيتلاقاو معايا تبارك الله عليك كمال، داكشي زوين. وليت عزيز عند الساكنه ديال كرميم، دخلت القلوب ديالهم. شكرا لكم بزاف بزاف، كيما كتبغيوني نتوما حتى انا كنبغيكم، راكم ديما في قلبي، راكم هنا في قلبي خوتي، خاصة كاينة ديال كلميم. هادشي اللي كاين اخوتي، هذا هو الواقع. الساكنة ديال كلميم ظريفة بزاف وكيدعمونا اخوتي وديما كيقفوا معنا. حتى انا كندير المجهود باش نكتشف لكم الويدان ونكتشف لكم المحتوى زوين ونكتشف لكم الخبر ديال كلميم. اي حاجة وقعت في كلميم غادي ندير جهدي باش نصور. وشكرا لكم بزاف بزاف، ميرسي لي زاميل ديالي، اصدقاء ديالي في كلميم، خارج كلميم، خاص خارج المغرب. شكرا لكم، خصوصا واحد الشكر بزاف الناس ديال فرنسا واسبانيا اللي كيدعمونا. حيت ديما الرتبه الثانيه كنلقاها فرنسا، اذا الناس ديال فرنسا عزيز عليهم هنا كيتبعوني. وشكرا لكم كاملين. كنبغيكم من قلبي، وكنتمنى يا ربي ما تحشمني معكم. تمام.